تشكلت فرقة آيلاند سيدز في العام 2022 في نيقوسيا في المنطقة العازلة التي تشرف عليها الأمم المتحدة والفاصلة بين المجموعتين القبرصية اليونانية والقبرصية التركية. We just bonded like that and yeah it's been magical I would say because it's very easy to work with the band members for me. لم يعرف عازفو آيلاند سيدز وكلهم دون 50 من العمر وأصغرهم في 26 بلادهم قبل انقسامها الذي أتى بعد اجتياح الجيش التركي لثلثها الشمالي ردا على انقلاب لقوميين قبارصة يونانيين بهدف إلحاق الجزيرة باليونان. I think this kind of events is reminding us that apart from all differences, you know, we can live peacefully on this small island and it gives a vision for the future that, you know, that we can come together and work together and dance together and live together and enjoy together. ولا تزال القضية القبرصية من دون حل مع فشل الحوار والمفاوضات حتى الآن رغم مرور عقود عدة من التوصل إلى نتيجة مع أن الجزيرة تنعم إلى حد بعيد بالهدوء. Tango, it's a common language. It unites us. It doesn't matter from if we are from Asia or if we are from northern part or southern part of Argentina or any part of the world. We all love tango and this is what unites us, what brings us together. في المنطقة العازلة أيضا يجتمع نحو 40 قبرصيا يونانيا وتركيا أيام الأربعاء منذ 27 عاما في فندق قديم كان معروفا في الجزيرة للغناء في الجوقة المشتركة للسلام في قبرص. أغاني الجوقة شاهد على مهمتهم مع أناشيد تقليدية قبرصية باللغتين اليونانية والتركية تروج للأخوة.